اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. وقع رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس تنسيقيه القوى المدنيه الديمقراطيه عبد الله حمدوك مع فصيلين مسلحين اتفاقا يطالب بوقف الحرب ويقضي بتقرير المصير وعلمانيه الدوله السودانيه، حيث وقع حمدوك الاتفاق مع رئيس حركه تحرير السودان في دارفور عبد الواحد محمد نور ورئيس الحركه الشعبيه لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو تواليا في نيروبي وبحضور الرئيس الكيني ويليام روتو. ونص الاتفاق الذي أطلق عليه البعض إعلان نيروبي الدعوة إلى وقف الحرب وتأسيس الدولة المدنية ومنح حق تقرير المصير لشعوب السودان في حال عدم تضمين مبادئ الاتفاق في الدستور الدائم في البلاد. وندى الإعلان بتأسيس دولة علمانية سودانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، بالإضافة إلى قيام دولة مدنية يشترك ويتساوى جميع السودانيون في السلطة والثروة وضمان الحرية في الدين والفكر فيها. وطالب الاتفاق طرفي نزاع الجيش وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار والتمهيد للدخول في وقف دائم للعدائيات في جميع مناطق البلاد. حول هذا الموضوع سيدنا نرحب بضيفي الأستاذ خالد محمد ود العيسر الناشط السياسي والمهتم بالشأن السوداني. أستاذ خالد، بداية أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. مرحبا بك أخي محمد، لك التحية والتحية للفريق العامل بالقناة التاسعة. الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية والرحمة والمغفرة لكل أجهزة الدولة الأمنية أستاذ، والرحمة والمغفرة لشهيد الوطن الرجل أيقونة الثورة الشهيد محمد صديق الذي اقتالته يد القدر والخيانة والإرهابيين يوم أمس. اللهم من الرحمة على جميع الشهداء. أستاذ خالد، بداية إذا ما أردت أن تصف هذه الذي وقع عليه هذه الوثيقة التي وقعت عليها الأطراف بالأمس في كلمة، ما هو العنوان العريض لها؟ الوثيقة لا وطنية، وثيقة تمثل الأشخاص اللي وقعها، ليست تمثل الشعب السوداني، لأنه حمدوك أصلا ما مفوض من الشعب السوداني ولا بيمثل الشعب السوداني. حتى عبد العزيز الحلو عبد الواحد محمد نور ما عندهم اي التصاق بالشعب السوداني وبالشيء اللي داير داخل السودان. الاتفاق هو مخرج للجنجويد، وده اخر ورقه تلعبها الدول الداعمه للارهاب في السودان وللقوه الارهابيه قوه الدعم السريع. هذه دي اخر ورقه لهم، عاوزين يضغطوا بها على الحكومه السودانيه وعلى الشعب السوداني. نعم. طيب، ستعرض الآن الورقة الأخيرة في الاتفاق الآن على الشاشة ما بين عبد الله آدم حمدوك وعبد الواحد محمد أحمد نور. ما لفت انتباهي بداية مكتوب في الإمضاء بالأسفل عبد الواحد محمد أحمد نور رئيس حركة تحرير السودان، بجانب عبد الله آدم حمدوك مكتوب رئيس الوزراء السابق. هل هناك صفة قانونية لرئيس وزراء سابق بأن يعقد صفقة حول مستقبل البلاد؟ لا، كل القوانين الدولية والقانون المحلية لا تدي حمدوك أي صفة. وحمدوك أصلا هو رئيس وزراء، ليس رئيس وزراء سابق، لأنه حمدوك ما جاب انتخابات، ليس رئيس منتخب، وإنما جابته فترة انتقالية وأجحى في حق الفترة الانتقالية وقدم استقالته بنفسه، وليس أدى أي دور عشان يقول عليه رئيس وزراء. هذه صفة لا تليق بعبد الله حمدوك. طيب، إذا ما تحدثنا عن دولة علمانية وإعطاء حق المصير لكافة شعوب البلاد، إلى ماذا يؤسس أو لماذا تؤسس هذه الوثيقة؟ هذه وثيقة معروفة من حمدوك، معروف عراب للدول الداعمة للإرهاب وعراب الإمارات. الهدف الأول والأساس من هذه الوثيقة تفتيت السودان وتقسيمه إلى دويلات. حمدوك من أول يوم أطت رجله أرض السودان زار منطقة كاودة وتكلم عن نفس الحديث ونفس الوثيقة هذه، تكلم عنها قبل سنتين من زيارته إلى كاودة وتكلم عن تحقيق المصير، لأنه معروف حمدوك ما جاي للشعب السوداني ولا داير يخدم الشعب السوداني. عاوز حمدوك عراب لدول المافيا وعراب للإمارات وجاي لتقسيم السودان، وعنده هدف خارجي محدود عاوز يقدمه، وليس عاوز يقدم شيء للسودان من أجل وحدة السودان.